بسم الله الرحمن الرحيم، معكم كابتن خالد. النهارده ان شاء الله الحلقه الخامسه من برنامج جوز بناضل. النهارده هنلعب تمرين البنش، هنلعب تمرين ضغط وتمارين بالضنابل. اهم حاجه التركيز. هنلعب بنش وهنخلي البنش يكبر ويترسم وشكله شيك وشكله جميل. اهم حاجه نلعبه وما نكسلش. التمرين مش هتاخد منه وقت خالص. اول حاجه هنلعب تمرين الضغط، هنلعب ضغط بانواعه، نلعب على قد ما نقدر. المره دي قدرت تعمل 3، المرة الجاية هتعمل 5، بعد كده هتعمل 10، بعد كده هتعمل كتير. أهم حاجة التركيز والإصرار. أول تمرين هنعمل تمرين الضغط العادي جدا. فاردين إيدينا في مستوى كتفنا وبننزل ونطلع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا إحنا انا بلعب بوريكم احنا هنلعب كذا. انت تقدر تعمل، انا عملت 10، تقدر تعمل 20، اعمل تعمل 30، اعمل اعمل 50 تاني، مفيهاش اي حاجه. تاني تمرينه، التمرين ده كله قبل ما نخش تمرين البنش، عشان نجهز البنش ونسخن العضله، لان احنا نخش بضخ الدم فيها على طول ونكبرها. تاني تمرينه هنحط رجلينا حاجه عاليه وهنلعب بالطريقه دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده تاني تمرينة. نلعب مستوى اعلى. تالت تمرينة تمرين السقف. هنلعب نسقف وننزل تاني، نطلع ونسقف وننزل تاني. التمرين ده حلو جدا وبينشطنا جدا. نلعب برضه زي ما قلنا على قد ما تقدر. العب ما تكسلش، العب العب ضغط. لو في الشغل، لو مع اصحابك، لو في النادي، العب ضغط على قد ما تقدر. ضغط بيشغل الكتف، بيشغل تمرين التراي، وبيشغل الساعي، وبيشغل كذا حاجة في الجسم، فلازم نلعبه كتير قوي. ويبقى أسهل حاجة عندنا دلوقتي نلعب تمرين السقف. نلعب زي ما قلنا على قد ما نقدر، نلعبه بالطريقة دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لقينا دلوقتي 3 تمارين لتمارين البنش. نلعب دلوقتي اخر تمرين ليهم، تمرين الضغط. اخر تمرين ليها هنحط اوزان قدامنا كده بمنتهى البساطه. وهنلعب عليهم زي ما احنا رفعنا جسمنا من ورا، هنرفع جسمنا من قدام. وهنلعب بالطريقه دي. 1 2 3 6 7 8 9 10. هنلاقي البنش عندنا شادد وبدا يسخن وبدات العضله تشتغل اكتر. هنبدا دلوقتي بقى نلعب تمرين البنش. احنا طبعا ما عندناش بار نلعب بيه، فهنلعب تجميع وهنلعب تفتيح. تجميع بيكور البنش ويكبره بالاوزان. نلعب دلوقتي اوزان وزن 10، بعد كده 15، بعد كده 20، ثلاث مجاميع. انا قادر العب وزن اعلى، العب ادرج من اقل حاجه اقدر اشيلها لاعلى حاجه عندي بهدوء وبالراحه. هنا العضله شغاله وبتستجيب وبتكبر، وتاني يوم هلاقيها شد عليا. مع ان هي شد عليا يبقى هي اشتغلت واستجابت والدم اتضخ فيها. بس زي ما قلنا قبل كده، اهم حاجه العضله تتغذى. العضله لو ما اتغذتش مش هتكبر، بالعكس العضله هتصغر وهتقول ان انا بلعب غلط. من اسباب ان انت بتلعب حتى في جيم وبتعمل اللي عليك والعضله ما بتكبرش، يا اما انت بتلعب كل يوم او بتلعب اكتر من ساعه الا ربع او ساعه في الجيم او في البيت، او ما بتتغذاش كويس. دي الحاجات كلها بتخلي ان انت تبذل مجهود وتعمل اللي عليك وما تلاقيش نتيجه. المفروض ان انت تلعب 5 ايام في الاسبوع مثلا وتريح يومين. تمرين الجيم ما تزيدش عن ساعه الا ربع او ساعه بالكتير جدا. تريح كتير، تنام 9 ساعات او 8 ساعات. تاكل كويس، تاكل بروتين كتير. اهم حاجه البروتين، الاحماض الامينيه اللي في البروتين هي الماده الاساسيه لتكبير العضله، مش اي حاجه تانية. ما شربش سكريات كتير زياده عن اللزوم، جسمي مش هيحرقها وهتتحول لدهون. ما نامش وانام على طول، ما كترش، ما شربش اساسا مشروبات طاقه ابدا، لان هي فيها حاجات مميته. الحاجة الوحيدة اقول لك كتر منها يعني من غير اي حدود، المية. تشرب مية على قد ما تقدر، مفيدة بمنتهى
يعني عايز اقول لك المايه دي لازم هي صاحبك في التمرين مش اي حاجه تانية. دلوقتي زي ما لعبنا وسخنا تمارين الضغط هنلعب دلوقتي تمارين البنش تجميع وتفتيح. زي ما قلنا احنا هنعمل مجموعه واحده وانتوا طبعا بتعملوا 3 في 10. اهم حاجه اللي عنده دكه بيلعب عليها كويس جدا، اللي عنده مخده بيلعب عليها كويس جدا، اهم حاجه ترفع كتفك من على الارض مقام شبرين مثلا او شبر واحد. هنلعب بالطريقه دي. ده اول حاجه تمرين التجميع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده اول حاجه عملناها اللي هو التجميع. ونلاحظ ان احنا مش بننزل للاخر، احنا بننزل بس في مستوى كتفين، لان اكتر من كده هتشغل معانا عضله المجنس، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين التركيز بس يبقى على عضله البنش. ده اول حاجه طبعا هنلعبه 3 في 10. تاني حاجه عندنا هنلعب تمرين تفتيح. التفتيح بقى ده هو اللي بيرسم البنش ويخلي شكله شيك وسمارت. بقى لازم نهتم بيه برضه. خصوصا ان احنا ما عندناش امكانيه في البيت احنا نلعب حاجه تاني، لان احنا ما عندناش بورد. والتمارين دي ان احنا لو لعبناها وانتظمنا عليها هتكبر البنش وتلاقي شكله شيك وشكله سمارت، ومش هنحتاج نروح جيم ولا ندفع اي فلوس ولا نشتري سبلايمنت ولا تولز ولا اي حاجه، كل اللي محتاجينه بس جزء دمبل. تاني حاجه تمرين التفتيح. نفرد ظهرنا ونلعب بالتكنيك ده. 1 2 3 4 5 هنلعب التمارين دي 3 مجاميع كل مجموعه 10 عدات. لو التزمنا ولعبنا على التكنيك ده هيطلع لنا عضلات وهيبان ويبقى شكلنا سمارت جدا من غير ما نروح جيم ولا ندفع حاجه. والفلوس اللي هنوفرها يا اما تجيب بيها سبلايمنت، يا اما تجيب بيها تغذيه، يا اما تشتري بيها بروتين كتير تاكله في البيت. شكرا جزيلا، كان معاكم كابتن خالد جمال.